أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة تبني المبادرات التي تسهم في إنجاز محددات وتطلعات التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها على صعيد البناء والتطوير. نعم، لفت سموه إلى أن حمل أمانة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بأن يكون المواطن في قلب التنمية ومحورها وغايتها الأساسية شرف واجب لكل أعضاء فريق البحرين الواحد. وجاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، التي رفعت لسموه الاستعراض الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي تم تقديمه في منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى والمعني بالتنمية المستدامة لعام 2023 الذي أقيم بعنوان تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات، حيث أشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية الموجهة نحو التنمية المستدامة، معربا سموه عن الاعتزاز بما حققه فريق البحرين بعمله التكاملي وبروح الفريق الواحد على صعيد تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي والتي ظهرت آثارها إيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي. ونوه سموه بما تمتلكه مملكة البحرين من تجربة متقدمة وعريقة في مجالات التنمية المستدامة، لافتا سموه إلى حرص المملكة على دعم جهود المجتمع الدولي ومبادرات الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف التنموية ومواصلة تبني هذه الأهداف ضمن المشاريع الوطنية التنموية، ومشيدا بالجهود التي تم بذلها من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية في تحقيق الأهداف وإعداد الاستعراض الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جهتها أشادت سعادة وزيرة التنمية المستدامة بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتبني المبادرات التي تجعل مملكة البحرين دائما مواكبة للمستجدات على الصعيد التنموية بما يسهم في خلق الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتلبية متطلباتهم على مختلف الأصعدة.